الحمد لله رب العالمين، السلام على سيدنا محمد وأشرف الخلق وسيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معلمة معالي رئيس نعمان مدارس الميقات الإسلامية. أعزائي طلبة الصف الثامن، نبدأ إن شاء الله تعالى بوحدة جديدة ودرس جديد وقصيدة جديدة بعنوان من أجل الطفولة. هذه القصيدة للشاعر السوري بدوي الجبل. بدوي الجبل هو لقب لهذا الشاعر، اسمه محمد سليمان أحمد. طبعا له مؤلفات عديدة ومتنوعة بعنوان البواكير والأعمال الكاملة. كتب هذه القصيدة وهو يتحدث فيها عن شوقه وحنينه إلى أولاده وإلى أحفاده، حيث كان مغتربا في الخارج. تعد طبعا هذه القصيدة من أجمل القصائد الإنسانية التي تبين أثر الغربة في الشاعر، وعاطفته واضحة تجاه الأطفال وخاصة تجاه أحفاده، حيث عبر الشاعر في هذا الجزء من القصيدة عن شوقه وحبه وتعلقه بحفيده الصغير. احتوت القصيدة على مجموعة من الأفكار، عن مثل ما قلت تعلقه بحفيده وهو في الغربة، الفكرة الثانية صفات الطفل وحركته ومتابعته لمن حوله في الأبيات من 5 إلى 9، حالة الشوق التي وصل إليها الشاعر في حب حفيده في الأبيات 10 وال11 وال12، إضافة إلى الفكرة الأخيرة عن براءة الطفولة التي تستحق أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعم السلم في العالم في الأبيات في 13 وال14. بداية نبدأ بشرح هذه القصيدة في البيت الأول والثاني. يقول: وهل دللت لي الغوطتان لبانة أحب من النعمى وأعذب وسيما من الأطفال، لولاه لم أخف على الشيب أن أنأى وأتغرب. دللت بمعنى أعطت، من الفعل دللة. الغوطتان طبعا هي عبارة تطلق على البستان، مفرد كلمة مثنى كلمة غوطة وهي البستان طبعا، وقصد بها الشاعر أماكن معينة وردت في سوريا. فالغوطتان هي أسماء لأماكن تقع في دمشق. لبانة أي الحاجة الشديدة، من الفعل لبنة. وسيما بمعنى أنيقا ولطيفا، من وسمة. أنأى بمعنى أبتعد، من الفعل نأيا. أتغرب أيضا أبتعد عن وطني وعن بلدي. طبعا تتحدث هذين البيتين عن وهو يتذكر الشاعر حفيده وهو في الغربة، حيث يتذكر أحلى الأيام وأعذبها، وهي أيام عاشها مع طفل وسيم في الغوطتين، وهي الأماكن التي كان يعيش فيها الشاعر، حيث أن الشاعر لولا فراقه لطفله ولحفيده لما خاف من البعد والاغتراب. يعني السبب الذي دعا الشاعر إلى الخوف من الغربة والخوف من البعد هو حنينه وشوقه لمن؟ لحفيده. فهل دللت لي الغوطتان؟ دللت فعل ماض مبني على الفتحة والتاء تاء التأنيث الساكنة. أين فاعلها؟ الغوطتان، فهو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. الغوطتان مثنى كلمة الغوطة. فهل دللت لي الغوطتان لبانة، هو مفعول به منصوب علامة نصبه تنوين الفتح. أحب من النعمة، النعمة اللي هي طيب العيش، فأحب من النعمة وأحلى وأعذب. انظر، أحب وأحلى وأعذب، هذه أسماء تفضيل. ما المقصود باسم التفضيل؟ وهو الاسم الذي يفاضل ما بين شيئين، أقارن به ما بين شيئين، فهي على وزن أفضل، عفوا على وزن أفعل. فأحب وأحلى وأعذب هي أسماء تفضيل. طبعا هذه نوعها، لكن إعرابها شيء آخر. لبانة هي صفة، صفة منصوبة علامة نصبه الفتحة. أحلى قبلها حرف عطف فهي اسم معطوف. أعذب أيضا قبلها حرف عطف فهي اسم معطوف. وسيما من الأطفال، الأطفال هي جمع كلمة طفل وهي جمع تكسير، سبقت بحرف جر فهي اسم مجرور. لم أخف، أخف فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون لأنه سبق بحرف جزم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. انظر، على الشيب كلمة تين وردت بين شرطتين، وهذا ما أسميه باللغة العربية الجملة المعترضة. إذا الجملة المعترضة الجملة التي تقع ما بين شرطتين، هذه علامة الترقيم أسميها شرطة.
تمام؟ فإذا جملة معترضة، فعلى حرف جر والشيء باسم مجرور، فهي جملة معترضة وقعت ما بين شرطتين. شو هي أن؟ أن هي حرف نصب لمن؟ للفعل المضارع. فأن فعل مضارع منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منعا من ظهورها التعذر. نحن نعلم أن الفتحة لا تظهر على الألف بسبب التعذر، لكن أتغرب فعل مضارع منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على الباء. هذه انظر، هذه الألف أعذب وأتغرب، هذه الألف للقافية الشعرية، يعني ليست حركة إعراب. فأقول أتغرب فعل مضارع منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على الباء، لكن الألف هذه الألف للضرورة أو للقافية الشعرية. ماشي، هذا بالنسبة للبيت الأول والثاني. أنتقل إلى البيت الثالث. تود النجوم الزهر لو أنها دمن ليختار منها المترفات ويلعب. النجوم طبعا هي مفرد كلمة نجم، وهي الموجودة في السماء. الزهر جمع زهراء، أي المضيئة، النجوم المضيئة بالسماء. لو أنها دمن، دمن جمع كلمة دمية وهي جمع تكسير أيضا، مقصود بها الألعاب. ليختار المترفات، المترفات المسليات، وهي جمع مترفة ويلعب. إذا تتمنى النجوم المضيئة لو أنها تصير ألعابا جميلة وغالية ليختار منها هذا الطفل أي شيء ويلعب بها. انظر، حتى النجوم تتمنى أن تكون دمية ليلعب بها هذا الطفل. فهنا صورة فنية، يصور من الذي يود ويتمنى عادة الإنسان، فيصور النجوم بإنسان يتمنى أن تصبح دمية بين يدي هذا الطفل ليلعب بها. تود فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة، من الفعل ود، ودد، وهو فعل صحيح مضعف. النجوم فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة، إعراب الزهري، النجوم الزهري. انظر، كلاها معرف بال، كلاها مرفوع، كلاها جمع، تمام؟ فهنا الزهري هي نعت لكلمة النجوم، فنعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لو أنها دمن، أن هي حرف ناسخ وهي حرف توكيد ونصب، طبعا الهاء المتصلة بها في محل نصب اسم أن، نحن نعلم أنه اسم أن منصوب، فأنها دمن، دمن لو أنها إيش؟ دمن، إذا دمن خبر أن مرفوع علامة رفعه، لكن هل هذا التنوين هو علامة إعراب؟ هل هذا التنوين الوارد عندي هو علامة إعراب؟ لا، هذه يسمى باللغة العربية تنوين التمكين، يعني شكل للكلمة لكنه ليس إعراب. فقول دمن هي خبر أن مرفوع، خبر أن مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، تمام؟ ليختار، ليختار، إيش اللام هذه؟ لام التعليل، ويختار فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لكن ما الذي نصب الفعل المضارع؟ هل هي لام التعليل؟ لا، لام التعليل ليست حرف نصب، وإنما ما نصب الفعل المضارع هي الأن المدبرة ما بين اللام والفعل، فتقديرها هي لأن يختار، فيختار فعل مضارع منصوب علامة نصبه بأن المضمرة علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. الفاعل طبعا ضمير مستتر تقديره هو. يختار ماذا؟ المترفات، فالمترفات هي مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة. لماذا؟ طبعا لأنه جمع مؤنث سالم، نحن نعلم أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة ولا يقبل دخول الفتحة عليه، ماشي؟ ويلعب طبعا ليختار ويلعب هو فعل مضارع، ماله معطوف على يختار، لكن إيش ماله هذا الفعل المضارع؟ جاء منصوبا. لماذا جاء منصوب؟ لم يسبق بحرف نصب صحيح، لكنه جاء معطوف على فعل مضارع منصوب، لذلك أقول يلعب فعل مضارع منصوب معطوف منصوب. ليش جاء منصوب؟ لأنه عطف على فعل منصوب. فيلعب، كيف أنا لما بعطف شيء على شيء فيتبع بالحركة الإعرابية، فكذلك يلعب فعل مضارع معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أنتقل أنا وإياكم إلى البيت الرابع. وعندي كنوز من حنان ورحمة، نعيمي أن يغرى بهن وينهب. يغرى بمعنى يتعلق بالشيء، لما أغري إنسان بشيء ما فهو يتعلق به، من الفعل غرية
ينهب بمعنى يأخذ بكثرة، أقول نهب الشيء بمعنى أخذ منها كثيرا، وهو من الفعل نهب. إذا وعندي كنوز من حنان ورحمة. فكما أن النجوم في البيت السابق تتمنى أن تكون بيد هذا الطفل، فإن الشاعر أيضا لديه عنده إيش؟ كنوز. فإنه عنده كنوز من الحنان والرحمة، عنده من الحنان والرحمة ما يشبه الكنوز، وسيكون في نعيم لو يدرك هذا الطفل معاني هذه الرحمة حتى يقترب من الشاعر ويأخذ من حنانه. إذا طلع هنا يشبه الشاعر الحنان والرحمة بالكنز الثمين الغالي الذي يملكه الشاعر، ويتمنى من حفيده أن يقترب منه ويأخذ من هذا الحنان ومن هذه الرحمة. فعندي كنوز، إيش هي عنده؟ عنده هي ظرف، ظرف هنا طبعا ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة، وهي مضاف والياء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة إليه. وعندي كنوز، طب إيش إعراب كنوز؟ كنوز هي مبتدأ مؤخر. ليش مبتدأ؟ طبعا تأخر عن الخبر، فكنوز هي إعرابها مبتدأ مؤخر. أين الخبر؟ عندي، عندي اللي هي شبه الجملة من الظرف والمضاف إليه، هي في محل رفع خبر مقدم. إذا طلع عندي هون الخبر جاء شبه جملة والمبتدأ اسم مؤخر، من حنان ورحمة، من حرف جر وحنان اسم مجرور، بينهما حرف عطف، فإذا رحمة اسم معطوف مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. نعيمي أن يغرى، انظر يغرى، إيش هي يغرى هذه؟ من الذي يغرى؟ هو من أغراه؟ لا نعلم. فإذا هذا فعل مضارع مبني للمجهول منصوب على نصبه الفتحة المقدرة منعا من ظهورها التعذر. طبعا نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، تقديره هو، بهن الباء حرف جر وهن اسم ضمير متصل في محل جر بحرف الجر، وينهب أيضا فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على الباء. ليش طبعا منصوب؟ لأنه عطف على فعل منصوب. نعيمي أن يغرى وينهب، واضحة؟ طيب ننتقل إلى البيت الخامس. يجور، يجور وبعض الجور حلو محبب، ولم أر قبل الطفل ظلم المحببة. الجور هنا بمعنى الظلم، من الفعل جورة. انت لاحظ أن الظلم هل هو محبوب هل هو محبوب الظلم؟ أبدا، لكن بالنسبة للشاعر كان هنا محبوب، لأنه قد قدم من إنسان محبب، من إنسان حلو لديه وهو حفيده. إذا الطفل هنا يظلم جده حينما يرفض أن يأتي ويأخذ من حنانه ومن رحمته، لكن الجد يتقبل هذا الظلم المحبب إلى قلبه. يجور فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الفاعل طبعا مستتر تقديره هو. بعض الجور حلو، بعض مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة مضاف، الجور مضاف إليه، ماله بعض الجور حلو، إذا حلو هي أخبرتني عن البعض، فإذا هي خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه تنوين الضم. محبب هي نعت لحلو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. انظر ولم أرى، إيش هي لم؟ لم حرف جزم، أرى إذا فعل مضارع مجزوم، لكن إيش علامة جزمه؟ انظر أرى فتحة، أين الألف؟ أرى أصلها، إذا هو فعل مضارع معتل الآخر، ونحن نعلم أن الفعل المضارع المعتل الآخر إيش علامة جزمه؟ حذف حرف العلة من آخره. إذا أرى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. طبعا الفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. ولم أرى ماذا؟ ولم أرى ظلما، إذا ظلما مفعول به منصوب علامة نصبه تنوين الفتح، ومحببا نعت لظلما أي صفة. قبل، قبل الطفل، إذا قبل هنا ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة، وهي مضاف، الطفل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. استخرج من الأبيات الخمسة السابقة الأشياء التي أردتها منك. مثنى طبعا أعربتها، اللي هي كلمة الغوطتان، اسم تفضيل وردت بالبيت الأول، أحب وأحلى وأعذب، فعل مضارع مجزوم
أيضا تحدثنا عنه أرى وأخف، أيضا كلمتين مترادفتين. ما معنى مترادفتين؟ أي يحملان نفس المعنى. وهذا ورد في البيت الثاني حينما قال الشاعر أنأى وأتغرب، هذه تقريبا جاءت بنفس المعنى اللي هي معناها البعد والغربة عن الوطن وعن الأهل. جمع تكسير كثير، فعل مضارع منصوب أيضا وردت بكثرة، مؤنث سالم موجودة، ظرف مكان وظرف زمان حكينا عنهم التنتين، فعلا مبنيا للمجهول أعربت لك إياها في البيت السابق، فعلا متعديا، ما المقصود بالمتعديا؟ هو الذي يأخذ مفعول به حكينا عنها، ونعت وردت بكثرة. أعرب ما يأتي، أيضا أنا أعربت لك هذه الكلمات، أرى، رحمة، محببة، كنوز، ليختار، انظر، ودما. إذا جميع هذه الكلمات اللي أنا طلبتها منك والأسئلة سألتك إياها هي أجبتك عليها من قبل، لكن هذا لتأكيد المعلومة لديك. على سبب كتابة الهمزة على صورتها، أنأى، لماذا كتبت الهمزة هنا على ألف؟ أقول هذه همزة متوسطة، نحن نعلم أن الهمزة المتوسطة انظر إلى حركتها وحركة ما قبلها، تمام؟ ونحن نعلم أن الكسرة أقوى الحركات، يليها الضمة، يليها الفتحة. أنأى إذن هي همزة ساكنة وما قبلها فتحة، همزة متوسطة ساكنة وما قبلها فتحة، فتكتب على ألف. فداء، فداء، هذه همزة في آخر الكلمة، نحن نعلم أن الهمزة في آخر الكلمة، انظر إلى حركة ما قبلها فقط، سبقت بألف ساكنة فتكتب أين؟ على السطر. إذن همزة متطرفة سبقت بألف ساكنة فكتبت على السطر. هيك أعزائي الطلبة تكون قد انتهت حصتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله وأراكم على خير في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى.